يا عمي يا صياد، قولي الحكاية ايه؟ أعانت سعاد محمد حسني منذ الصغر، حيث نشأت في أسرة فقيرة، فلم تنل حظاً من التعليم، كما سبب لها حادث سقوطها على السلم إصابة بالعمود الفقري، والتي عانت من أثره طيلة حياتها. لم يكن النبوغ الفني غريباً عليها وعلى أسرتها، فوالدها من أصل سوري يدعى محمد حسني بابا كان خطاطاً شهيراً، لقب بحسن الخطاط نتيجة لشهرته في ذلك الوقت. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. سؤال اليوم: من هي الفنانة التي تلقبت بسندريلا الشاشة العربية؟ فاتن حمامة، نبيل عبيد، أم سعاد حسني؟ جاوب في التعليقات والإجابة آخر الفيديو. مرحبا بكم من جديد. بلغ عدد أشقائها 16 أخا وأختا، تنوعت مواهبهم الفنية بين الغناء والتلحين والرسم والنحت، ومن بين هؤلاء الأخوة الفنانة الشهيرة نجاة الصغيرة والملحن عز الدين. فتأثرت سعاد بهذا الجو المشبع بالفن، حيث تولدت بداخلها العديد من المواهب، وقامت بأول أعمالها وهي في 3 من عمرها في الإذاعة المصرية من خلال البرنامج الشهير بابا شارو، والذي غنت خلاله أغنية أنا سعاد أخت القمر، وانطلقت لتدخل عالم الفن وتسابق النجمات وتتربع على عرش النجومية بسرعة فائقة. أطلق عليها الوسط الفني لقب السندريلا، حيث تشابهت ظروف حياتها ونشأتها بأسرة فقيرة ثم نجاحها الباهر بالقصة الأسطورية الشهيرة. لم تبقى الفنانة على الساحة طويلاً، حيث رحلت عن عالم الفن في هدوء لتدخل عالماً آخر مليء بالألم، حيث أصيبت بمرض في العمود الفقري إثر إصابتها في الصغر، وأخطرها الأطباء باحتمالية إصابتها بالشلل التام. وكالمعتاد، تضارب تشخيص الأطباء حول حقيقة حالتها، فبينما قال البعض بأنها تعاني من شرخ في العمود الفقري، أكد الأطباء الفرنسيون بأن الحالة عبارة عن تآكل في فقرتين، هما الفقرة القطنية الأولى وآخر فقرات الظهر، وأجريت لها عملية جراحية بفرنسا، حيث تم وضع شريحة معدنية ومسامير من البلاتين، ولكنها لم تلقى النجاح المتوقع، مما اضطرها للسفر إلى لندن لاستكمال علاجها، وهناك اكتشفت إصابتها بالتهاب عصبي أدى إلى تغيير ملامح وجهها وصعوبة في تحريك أحد ذراعيها. كانت سعاد حسني تعاني في هذه الفترة من حالة اكتئاب شديد نتيجة لعدم نجاح آخر فيلمين لها، ومن قبل فقدانها لصالح جاهين الذي كان يمثل لها الأب الروحي، مما أدى إلى تدهور حالتها الجسدية والنفسية معا، وتطلب هذا الأمر تناولها لكمية كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية، وزادت حالتها تعقيدا بعدما أصيبت بشلل في عضلات الوجه، كما بدأ وزن الفنانة الرشيقة في تزايد ملحوظ، مما أدى إلى التواء الشريحة المعدنية المزروعة بفقرها بعمودها الفقري نتيجة هذا الوزن الزائد، فضلاً عن إصابتها بهشاشة العظام. ولم يقف زحف المرض عند هذا الحد، بل أصيبت نتيجة كم الأدوية والعقاقير التي كانت تتناولها إلى ظهور مشكلة بأسنانها، وقام طبيب الأسنان هشام العيسوي بخلع جميع أسنانها وإعادة زراعتها مرة أخرى. ورغم ذلك لم تيأس السندريلا، حيث خضعت للعلاج بأحد المراكز الطبية البريطانية، وبذلت مجهوداً كبيراً لإنقاص الوزن، ونجحت في ذلك خلال برنامج مكثف في مصحة بريطانية تدعى شامينيز، بعدما قطعت سندريلا الشاشة العربية شوطاً من العلاج. أما عن إجابة السؤال، الفنانة اللي لقبت بسندريلا الشاشة العربية هي سعاد حسني. لا تنسوا مشاهدينا الكرام مشاركة آرائكم معنا في التعليقات حول هذا الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.